هدفنا إننا نوصل صوت الشعب. كنا في الأيام الماضية احتفلوا الأقباط في مصر، آلاف الأقباط في مصر احتفلوا الجمعة الماضي بعيد استشهاد الشهيد توادروس المشرقي، وذلك بكنيسته بقرية دير ريفة التابعة لمحافظة أسيوط. الاحتفال ترأسه الأنبا يؤنس الأسقف العام والمشرف على مطرانية أسيوط، وقام أيضا بتطييب رفات الشهيد توادروس المشرقي. أترك حضراتكم مع هذا الاحتفال. Thank you.
كل سنة وانتم طيبين. يعني نحييكم من دير ريفة في إبرشية أسيوط. دير ريفة بلد كبيرة جدا فيها أكثر من 7000 مسيحي فقط، وإحنا بنحتفل بعيد الشهيد العظيم تودروس المشرقي في وسط الآباء الكهنة الأجلاء بتوع الكنيسة هنا والبلاد المحيطة، وربنا يعطينا جميعا أن نحتفل بأعياد القديسين باحتفال روحي. انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانه. هدفنا إننا نوصل صوت الشعب.